السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم بيتيز كويزين. اليوم في هذا الفيديو هذا بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي عزيزه ليا بزاف وكتعجبني بزاف، اللي هي الوصفه ديال الكيكه المقلوبه بالاناناس. نمشيو نشوفوا المكونات اللي غنحتاجوا لهذه الوصفه هذه والطريقه كيفاش نحضروها. اول حاجه غادي نوجدوها هي هذا الخليط هذا ديال هذا السكر هذا مع الزبده. فغادي نحتاجو كاس قل ربع ديال هاد السكر البني او السكر الاشقر او حتى السكر العادي، السكر الابيض ما كاين حتى شي مشكل، اللي هي 150 غرام. ونزيدو عليه 5 تاع المعالق كبار ديال الزبده دايبه، نذوبوها ونزيدوها على هذاك السكر البني هذاك، ولا كما قلت السكر الاشقر ولا السكر الابيض. نخلطوهم مزيان حتى نصايبو بحال واحد العجينه، بحال واحد العجينه خفيفه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. كيجي هذا الخليط هذا معلك كيف ما كيبان في الفيديو. صافي، ناخذ المول ديالنا اللي غنحتاجوه. انا درت هذا المول هذا، اي مول عندكم بغيتوا ديروا حتى مربع، المهم ندور اللي كاين، المهم باش يجيو فيه هذا الاناناس هنا من تحتو هذا الخليط. نكبوا هذا الخليط هذا ديال السكر والزبده هو الاول في المول. ونحاولوا نسرحوه شي شويه، نحركوا شويه المول هكا ولا بشي معلقه هكا نحركوه حتى يدوز كاع القنوطه كاملين. وصافي كيف ما هكا كيف ما كتشوفوا كيكون مسرح مزيان. غادي ناخذ الدوائر ديال الاناناس. انا استعملت هنايا الاناناس المعلب، الا بغيتو تستعملوا الا عندكم الاناناس فريش يعني يكون طري استعملوه. انا استعملت هذا كما قلت لكم يعني اللي كيكون معلب نفس الشيء، ما كاين حتى شي مشكل. صافي كنحطوا هذوك الدوائر كيف ما هكا كيف ما كتشوفوا في الفيديو، على حساب المول اللي عندكم. يعني انا هذا المول هذا جاني شكل بحال هكا. هذاك الوسط هذاك ما قدنيش باش ندير فيه واحد الدائره اخرى نتاع الاناناس، فخديت شي مرصويات هكا من دوك نتاع الاناناس، قطعتهم على هذاك الشكل هذاك ودرتهم هكا على داك الشكل في الوسط، فجاو بحال الشكل نتاع العلامه اللي كاينه في العلم نتاع المغرب. فما كنتش متوقعتها خرجت هكاك، ولكن عجبني الحال فاش خرجت النتيجه بحال هكا. ودابا غادي نوجدوا المكونات الجافه اللي عندنا او النواشف كما يقولوا. غادي ناخذ اول حاجه عندنا هنايا كاس ونص ديال الطحين الفورس او الدقيق، المهم الا كان عندكم الدقيق ديال الكيكات من الاحسن. انا استعملت هنايا الدقيق ديال اللي كيستعملوه لجميع الاستعمالات، يعني ما كاين حتى شي مشكل، غير الدقيق نتاع الكيك كيخليها خفيفه اكثر. مهم، ونزيدو هنايا معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الكاطو، ونص معلقة صغيرة ديال بيكربونات الصودا، وربع معلقة صغيرة ديال الملحة. نخلطو هاد المكونات مع بعضهم حتى يتجانسو. وعاء اخر سواء عندكم العجانه او الدراب الكهربائي اللي كاين، غادي ناخذو
نضربوا هاد المكونات هادو. عندنا هنايا نص كاس ديال الزبدة تكون رطبة، او 110 غرام ديال الزبدة. ونزيدوا عليها عندنا نص كاس ديال السكر البني او السكر الاشقر او حتى السكر الابيض الى عندكم، ما كاين حتى شي مشكل، اللي هو عندنا تقريبا 100 غرام. ونزيدوا عليها ربع كاس ديال السكر البيض اللي هي 25 غرام. تقدروا ديروا كاس قلة ربع ديال السكر واحد، تختاروا غير نوع واحد، يا اما ديروا البيض يا اما ديروا القهوي، ولا ديروا نص كاس وربع كاس ديال هذا وديال هذا اللي كاين. بغيتوا تستخدموا غير السكر الابيض ما كاين حتى شي مشكل، تقدروا تستعملوا حتى هو. انا شي مرات نديرها بجوج بيهم، شي مرات نديرها غير بالسكر البني وشي مرات نديرها غير بالسكر الابيض. والمجموع ديال السكر بالغرام كيكون هو 125 غرام. نبداو نضربوا هاد المكونات مع بعضياتهم اللي هما الزبده مع السكر حتى يتخلطوا مزيان، حتى يتجانسوا ويوليو بحال شكل كريم كما غادي تشوفوا في الفيديو. وها هما من بعد ما دربناهم مزيان كما قلت لكم غادي يوليو بحال شكل كريمه على هذا الشكل هذا. وغادي نزيدو عليهم هو المجموع عندنا جوج نتاع البيضات، ولكن غادي نزيدو البيضه الاولى ونضربوها مع هذا الخليط هذا حتى تجانس معاهم، عاد نزيدو البيضه الثانيه. صافي، ونزيد ونضربوا هاد المكونات مع بعضياتهم حتى غتشوفوا غادي يولي داكشي كريمي كتر، غادي يولي بحال واحد الكريمه رطبه بزاف. وقبل ما نكملوا نضربوا هاد الكريمه مزيان، غادي نضيفوا بعدا واحد المعلقه كبيره ديال الفاني بودره ولا الفاني سائل. انا كان عندي هنايا الفانيلا سائله فضفتها. ونزيدو نكملو نضربو شويه هاد الخليط ديالنا، نزيدو له واحد دقيقه هكاك وعاد نزيدو المكونات الاخرى. صافي، دابا غادي نريدو الضراب ديالنا وغادي نزيدو واحد نص كاس ديال دانون. الا كان دانون صغير يديرو كاس كامل، الا كان دانون كبير ديرو بحال النص ديالو هكاك. نضيفو هاد الكميه هذا ديال دانون، انا استعملت دانون ديال الفاني. وهنايا كنت ضفت حتى معلقه كبيره ديال الخل، غير ما بانتش هنايا في الفيديو حيت مشات ليا هذيك اللقطه اللي كتبين فاش زدتو. ونزيدو عليه ربع كاس ديال الحليب، ولا تقدروا ديروا كاس كامل غير ديال دانون الا كان دانون كبير. صافي، وما تزيدوش عاد الحليب. ونضيفو هنايا ربع كاس ديال العصير ديال داك الاناناس اللي استعملنا، داك كيكون معلب في العصير نتاعو بعدا، فخديت هذاك العصير هذاك هو اللي زدتو لهذا الخليط هذا.
وما نبديوش ندربوا الخليط حتى نزيدوا عليه الفرينه. الا دربنا هذوك المكونات هذوك داك دانون مع الحليب مع داك العصير هذاك غادي يتكبد لنا داك الخليط، فحتى نزيدوا الفرينه عاد نكملوا نضربوا، ما نزيدوهاش كامله، نزيدوها واحد الكميه قليله ونضربوا ونكملوا الكميه الاخرى. هنايا المجموع ديال الدقيق او الفرينه او الفورس اللي استعملنا هو كاسونس هنايا ديال الدقيق الفورس اللي احتاجيت، اللي هي تقريبا 190 غرام ديال الفرينه اللي استعملت. غادي نريدو هنايا عاوتاني الدراب ديالنا او العجانه ديالنا، نريدوها ونحاولوا ننزلو شويه هذاك الجوانب داك الخليط اللي يكون لاصق في الجناب وحتى من التحت، حيت كتكون شي مرات ديك الفرينه باقيه لتحت ما تكونش تجانسات مع الخليط، ونرجعوا نضربوا عاد هذا الخليط ديالنا مزيان بالدراب الكهربائي. بغيت نعطي هنايا واحد الملاحظه، انه انا داك الاناناس اللي استخدمت كيكونوا دايرينه في العصير ديالو بعدا، يعني ماشي داك الاناناس اللي كيكون معلب غير في الماء ودوك المواد الكيماويه اللي كيضيفوهم، لا انا استعملت هذاك اناناس كيكون معلبينه بعدا في العصير نتاعو، فإلا كان معلب في العصير نتاعو غتستعملوا العصير نتاعو، الا ما كانش معاه العصير نتاعو فتقدروا ما تستعملوهش كاع، ما ماشي بالضروره. ولا الا عندكم الروح ديال النكهه ديال الاناناس تقدروا تضيفوها حتى هي. ها هو كما كتشوفوا الخليط ديالنا كيفاش كيولي من بعد ما كنزيدو نضربوه شويه مع ديك الفرينه اللي زدنا، اللون تاعو كيولي فاتح على اللي كان قبل، وكيجي عاقد شي شويه، يعني ما كيجيش جاري بحال الخليط ديال الكيكه العاديه، هذاك كيكون شويه جاري، هذا كيكون خليط عاقد شي شويه. غادي نكبوا هذا الخليط ديالنا من فوق هذوك الدوائر ديال الاناناس اللي درناهم في المول. صافي، ونحاولوا نسدو هذوك الجناب هذاك باش ما يطلع لناش داك الخليط ديال السكر ديال السكر والزبده، باش ما يطلع لناش الفوق. فكيف ما كتشوفوا كنحاول ندفع الخليط للجناب باش ما يطلع ليش داك الشيء للفوق. صافي، ومن بعد ما سالينا وسرحنا كاع الخليط ديالنا في المول، غادي ناخذ المول ديالنا ونديروه في الفران، نديروه في الطبقه اللي كتكون الوسط، الطبقه الوسطانيه، والفران يكون مسخن من قبل على درجه حراره 350 فرنهايت اللي هي 180 درجه سيليسيو، حتى يطيب لنا الكيكه ديالنا. باش تعرفوها بلي طابت غادي تاخذوا واحد الكوردون ولا شي موس ولا لاخرت، غادي تخشيوها في داك الكيكه، تدخلوها هكا في الكيكه، الا طلع ناشف يعني راه الكيكه ديالنا واجده. صافي، وها هي الكيكه ديالنا خرجات من الفران كيف ما كتشوفوا، يعني هكا كيكون الشكل ديالها، وهكا تكون عاد سخونه. غادي ناخذوا واحد الطبسي نديروه من فوقها ونقلبوا المول من فوق هذاك الطبسي هذاك كيف ما كتشوفوا بحال هكا، ونضربوا شي شويه من فوق هذاك المول هذاك ونحيدوا المول ديالنا، وها هي النتيجه. كيجي داك الخليط ديال الزبده مع السكر كيجي نازل من الجناب، كيجي يعطي واحد المنظر رائع، ودوك الدوائر نتاع الاناناس وديك العلامه ديك النجمه اللي جات في الوسط. فانتوما غادي تعطيوني الراي نتاعكم وتقولوا لي كيفاش جاتكم الا جربتوها ان شاء الله. انا بعدا كنديرها، يعني ما غاديش نقول دائما، ما يمكنش بحال هادشي غادي يديروا الواحد دائما، ولكن مره الواحد يديرها يبدل الروتين ديال الكيكات ويبدل الشكل وكل شيء. فانا متاكده غادي تعجبكم بزاف،
يعني كتجي يجي داك الخليط معلك، وحتى الكيكة من الداخل كتجي رطبة وهشيشة ومقطنة. يعني هادشي علاش كتعجبني بزاف هاد الكيكة هادي. والحاجة اللي مبدلة فيها هو أنها من الأحسن كتكال سخونة، تقدروا تاكلوها حتى باردة، ما كاين حتى شي مشكل، كيبقى داكشي الخيار لكم نتوما، يعني كيف ما بغيتوا تقدموها. انا دائما حتى فاش نبغي ناكلها نقطع داك المورطون تاعي نديرو في الطبسي وندوزها واحد شويه في الميكرو اوند عاد ناكلها، يعني هكا كتعجبني وهكا كيقدموها وما نعرف. بالنسبه لهاد الدوائر نتاع الاناناس، كاين اللي كيعمرهم في الاول فاش كتحطوهم فوق داك السكر والزبده، كيحطوا في وسطهم حبه ديال الكرز او حب الملوك، يعني كيحطوا واحد الحبه تما في كل دائره، يحطوا واحد الحبه نتاع حب الملوك كذا غير للتزيين فقط، يعني ماشي ضروريه. انا ما كانش عندي، ما استعملتوش، استعملت غير الدوائر نتاع الاناناس فقط. وهاني هنا قطعت واحد المرسو من هاد الكيكة هادي باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كيفاش القوام نتاعها كيجي داير. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة ديال اليوم، وتشاركوني الآراء نتاعكم في التعليق، كيعجبني دائما نسمع ونقرأ الاقتراحات ديالكم والآراء نتاعكم، علاش لا. وتضغطوا على زر لايك إلى عجبكم الفيديو، وتشاركوه مع الأحباب والأصدقاء ديالكم. وإلى أول مرة كتزوروا القناة كنقول لكم مرحبا بكم، ونتمنى تضغطوا زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على المتابعة، ونشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.